هشام عبود جيش يديرهم دوما الإرهاب يا ليش يديرهم هشام عبود جيش يديرهم دوما الإرهاب يا بعد المالي اللي استدعاه السفير الجزائري منذ مدة وابخاته في موضوع الإمام ديكو اللي جابوه الجزائر واستقبلوا تبون مع جبار منا اللي كانت خدمة جبار منا منذ ان دخل جبار مهنا على الخط الدبلوماسية الدعوة راهي تمشي وتكوني لعل سفير جزائري في نيامي تفاجأ لما اتصل به من وزارة الخارجية في نيامي وطلبوا منه باش يعطيهم توضيحات حول الطرد الجماعي للجزائري النيجيريين في من الجزائر، طرد في ظروف لا إنسانية، ظروف لا إنسانية. وهذا على كل حال شيء كان قديم نوعا ما، يعني كان عنده مدة من اللي هو يسرى، ولكن الحكومة النيجيرية السابقة ما كانش عندها رد فعل وما تكلمتش. الحكومة دي الجديدة اللي راهي اليوم على رأس الدولة النيجيرية ما قبلت بالوضع واستدعت السفير الجزائري في النيجر في نيامي كما نشوفوا لهنا على الصورة اللي استقبلوا نائب الأمين العام لوزارة الخارجية، يعني ما با الأمين العام لوزارة الخارجية، نائب الأمين العام. وشوفوا كيش راهو قاعد داير. ودوك نشوفوا على كل حال صور اللي نشرتها التلفزة النيجيرية. شوفوا هذه الصور. Les autorités algériennes ont intensifié les opérations de rapatriement et de refoulement des migrants subsahariens en situation irrégulière dans leur pays. En effet, des vastes opérations de rafles policières sont régulièrement menées dans certains quartiers de la ville de Tamaracet où vivent des ressortissants des pays subsahariens, dont de nombreux Nigériens. يقول هنا أنه منذ أيامات كثفت السلطات الجزائرية من عمليات الطرد لمواطنين أفارقة ومنهم النيجيريين، وكانوا يعني يقول لك ديراف البوليسيار، يعني يجوا بار جروب ويلزوا في الناس من مختلف نواحي مدينة طنراس. مدينة طنراس معروف اللي هي فيها كثير من النيجيريين. ونسمعوا هنا شهادة أو شهادات لبعض من المواطنين النيجيريين اللي تعرضوا للطرد وللإهانة وإلى ظروف لا إنسانية. نكملوا نواصلوا نشوفوا صور تاع التلفزيون النيجيري. Témoignages recueillis auprès de nos compatriotes indiquent qu'au cours de ces opérations de rapatriement, de nombreux domiciles des familles des migrants nigériens ont été saccagés par des éléments de la police algérienne qui saisissent tous les objets de valeur qu'ils trouvent sur les lieux. اللي وجدوها داوها لهم وتم طردهم حوزهم.
gravité de cette situation, situation qui porte atteinte à l'intégrité physique et à la sécurité des biens des ressortissants nigériens vivant en Algérie, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur a décidé de convoquer le 3 avril 2024 l'ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire auprès. لا يقول امام هذا الوضع الخطير اللي تعرضوا له النيجيريين وتمسوا حتى في يعني كرامتهم يعني جسديا ورانا ناس مضروبين. قل لك قررت وزاره الخارجيه النيجيريه استدعاء السفير الجزائري في نيامي. وشوفوا على الصوره كيفاش السفير الجزائري يعني باهت مندهش ماهوش ما عنده حتى جواب للشيء اللي راح يسالوه وما عليه الا يبلغ الجزائر. ونشوفوا نكملوا نشوفوا ريبليك دي نيجير سون اكسلانس بيكي دامي. Celui-ci a été reçu par Oumar Ibrahim Sidi, secrétaire général adjoint du ministère, représentant le ministre des Affaires étrangères, de la coopération des Nigériens à l'extérieur, son Excellence Bakary Yao Sangaré, empêché. Le secrétaire général adjoint a formellement exprimé à l'ambassadeur algérien les protestations du gouvernement et des plus hautes autorités nigériennes contre le caractère violent du mode opératoire utilisé par les services de sécurité algériens pour mener ces opérations. بلغوا احتجاج شديد للحكومة النيجيرية على هذه التصرفات والسلوكات اللي يعني عنيفة ضد المواطنين النيجيريين. عمر إبراهيم سيدي a demandé aux diplomates algériens d'intercéder auprès des autorités compétentes de son pays afin que les opérations de rapatriement et de refoulement des migrants subsahariens décidées par le gouvernement algérien puissent s'effectuer dans le respect de la dignité, de l'intégrité physique et morale des ressortissants nigériens ainsi que la protection de leurs biens par les autorités algériennes compétentes. طلب منه باش يتصل بالسلطة الجزائرية ويطلب منهم باش تم يعني إعادة يعني عودة النيجيريين إلى بلدهم تم في ظروف حسنة باحترام كرامتهم باحترام حقوق الإنسان. والآن ننتظر واش راح يكون رد الحكومة الجزائرية. شفنا مع مالي كاش بداو يكلموا في اللعب يقولوا لا ما كان والو ما كان والو، ودرك مع النيجر صور. وهذا الشيء معروف ماهو جديد، هذا ماهو جديد. تتصور لو فرنسا تعامل الجزائريين كيما السلطة الجزائرية عاملت النيجيريين، تعامل الحكومة الجزائرية بنفس الطريقة. تصور، والرأي العام الفرنسي هو الأول اللي يثور في وجه السلطات الفرنسية. يعني في الجزائر ما عندناش الثقافة، ما عندناش ثقافة احترام الإنسان كإنسان مهما كان دينه مهما كانت لغته مهما كان لونه، ما عندناش الثقافة. نا نشوفوا صورهم الصفر وننساو باللي احنا عندنا آلاف الحراقة في فرنسا في اسبانيا في ايطاليا. تصور لو غدوا اسبانيا يردوا يرمهم للبحر، قال امشي كما راهي دي الجزائر كلهم يرموا فين في الصحاري، ناس يمشوا كيلومترات كيلومترات على رجليهم في تحت الشمس قاحله وفي صحراء ما فيها والو. تصور هذا الشيء، هل الجزائر تقبل؟ أكيد أن السلطة الجزائرية يسكتوا، أكيد، وما يستدعيوش سفير فرنسي أو إسباني أو إيطالي لما يهان المواطن الجزائري، ما يديروهاش. أما النيجر كان فيها رد فعل، وننتظروا الآن واش راح يكون وكيفاش راح تكمل مع النيجر.
تجارنا مع المالي علاقات راهي في كي تزيد مع النيجر الان علاقات راهي في كي تزيد سمعت مع المغرب ما نهضروش مع ليبيا راهي مكان مكان موريتانيا نفس الشيء موريتانيا شوف لانه العصابه حتى لما تتقرب مثلا من موريتانيا من اللي بيحبوا زعما يجيبوا بيهم يديروا بيهم تكتل ضد المغرب وضد هذا وضد هذا لا ما تاكلكش ما كاين حتى دوله مغربيه او عربيه اللي اليوم واقفه معاك في حكايه تاع البوليس سي تيرميني هذه حكايه انسات نروح شوف حاجه اخرى كاش ما تفيدكم باش تبقاو تلهيو في الراي العام تبقاو يعني تعتديوا على الشعب الجزائري بس بالنسبة كان عدو خارجي شوفوا الآن المشكل الثاني مع من راهم تروح نعم شوفوا هذا بعد